الحديث عن تردي الأوضاع هنا ليس بالجديد، والحسابات اقتصرت على الخسائر. في البتراء هناك من آثر وقف النزيف بعد أن أغلقت أبواب الحلول، وقلة تداري الجرحى عل الشفاء قريب. الوضع السياحي في البتراء تعبان جدا. مع هذا الحكي انا ما صرحت اي واحد من موظفيني، انا بشتغل بطاقتي التشغيليه كامله، لانه بنشعر في الناس، بنشعر ان الدوله مش قادره تامن وظائف، فاحنا بنحاول قدر المستطاع نحاول على نحافظ على العماله الوافده، العماله المحليه، ونقدم لها كل ما بنقدر من مساعده. انا بشعر في الموظفين كابناء الي، بساعدهم برواتبهم كامله بتاخذوها غير منتقصه، على امل ان الحكومه تشعر في الوضع اللي احنا عايشينه حتى نتمكن من الخروج من هذه المحنه بسلام. تنوعت برامج الحماية والدعم الحكومية، ومنها ما استهدف القطاع السياحي على وجه الخصوص، إلا أنها لم تكن بحجم المرغوب. وبنطلب من الحكومة ما لا تسامحنا أو تدعمنا أو كذا وكذا، بس نطلب منها ترحيل هذه الأزمة لفترات لاحقة حتى نتمكن من سداد أمورنا. أنتوا قاعد تطلبوا منا أن نقسط، لكن الأقساط كيف بدي أدفع لك إياها وأنا ما عندي شغل؟ أنت قاعد بدك تجبرني أوقع شكات، شكي راح ينختم، بصير هي عندي بلاك ليست، فبنقع في دوامه ثانيه. فلهذا السبب انا بطلب من الحكومه سواء ضريبه دخل او ضمان اجتماعي او كهرباء او مي، ترحيل هذه المرحله لمراحل قادمه. 45 فندقا عديد منها اغلق، والمئات من عامليها انضموا لصفوف المتعطلين عن العمل. فنادق في البتراء اللي هي تقريبا 45 فندق سياحي في البتراء الان تقريبا شبه مقفلة، أو نسبة الإشغال في هاي الفنادق لا تتجاوز 1%، خاصة بعد إنهاء برنامج أردن جنة. الآن تقريبا معظمها صرحت الموظفين اللي عندها سواء بالتراضي أو بالطرق القانونية في سبيل عدم تحقيق مصاريف مستقبلية لا يستطيع هذا الفندق تغطيتها لهذا الكادر الوظيفي. أردن جنة كان بمثابة محاولة لإنعاش البعض هنا، لكنه توقف مطلع هذا الشهر، وحظر نهايات الأسبوع لم يزد المشهد إلا تعقيدا. ميزان تتأرجح كفتاه، في إحداها صحة وفي الأخرى اقتصاد، وقطاع الفندقة وخدمات المبيت كان من الأشد تضررا خلال الجائحة، ومتوقع أن تنخفض إيراداته بما يزيد عن النصف خلال هذا العام. محمد ورج، المملكة، البتراء.